خلى تشرخا دخل قلب مرفا. هذه قلعة الوداد. سويدادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله لتقديم الجديد. مدرب الزمالك يؤكد أن أوناجم سيعود للزمالك. عبر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب فريق الزمالك المصري عن رغبته في استرجاع خدمات النجم الودادي محمد أوناجم المعار حاليا للفريق أو من الفريق المصري لفريق الوداد الرياضي. وقال باتريس كارتيرون في تصريح للصحافة: أوناجم يقدم مستويات رائعة مع الوداد في الدوري المغربي، وآخرها تقديمه لمباراة رائعة أمام حسنية أكادير. وأكد باتريس كارتيرون أن محمد أوناجم لديه موهبة عظيمة ويقدم مستوى استثنائي مع فريق الوداد الرياضي، مشددا أنه سيكون أول العائدين للزمالك. يشار إلى أن أوناجم التحق بفريق الوداد الرياضي في يناير الماضي قادما من الزمالك المصري بعقد إعارة حتى نهاية الموسم الماضي، إذ فضل اللاعب الذي سبق له أن حمل قميص فريق الوداد الرياضي العودة إلى الفريق الأحمر من أجل إثبات الذات وتحقيق الألقاب هذا الموسم قبل الحسم في مستقبله مع الزمالك المصري، سواء بالعودة لإكمال مشواره معه أو الانضمام لفريق الوداد الرياضي أو فريق آخر في حال أراد ذلك. للتواصل معي تجدون رابط صفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على الانستغرام وكذلك رقمنا على الواتساب. مرحبا بالجميع. نهاية الخبر. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.